السلام عليكم بنات. اليوم غادي نحضروا التقليه. اول حاجه غادي نقطعوها طريفات صغار وغادي نسلقوها في الماء والملحه. من بعد ما غادي تسلق غادي نصفيوها وغادي نقليوها في شويه ديال الزيت مع عظامه البنه. من بعد ما كتشحر اولا كتقلى كنضيفوا لها 3 دروز ديال الثومه، كنضيفوا لها البصله، كنضيفوا لها معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الابزار، راس ديال المعلقه سكينجبير وخرقوم وشويه ديال الملح حتى حنا غنديروا فيها الزيتون راه مالح، وضفنا لها حتى الحامض المصير حتى هو كيكون مالح، وكنزيدوا لها حتى الربيع حتى هو واحد المعلقه صغيره ديال الربيع. من بعد ما حركناهم كنضيفوا لها كاس د الماء يعني حتى كيتغطى داكشي كله، وكنسدو عليها وكنخليوها تطيب حتى هي لافيه شويه ما مهيله ما متوسطه يعني بينه وبين البنات. بعد ما كتقرب الطيبه البنات كنضيفوا لها الحامض، كنضيفوا لها الزيتون، وكنضيف لها معلقه د الكمون وكنخليوها تطيب عاود. كما كتشوفوا التقليه ديالي وجدات، رافقتها بالخبز ديال الدار، رافقتها بشليده عاديه بسيطه وبشليده ديال البطاطا وبالحار. بالصحه والراحه البنات.